ارتطى ولا ليلنا أو تمادى في الظلام أو تعثر ركبنا. ربنا لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى الرضا وإذ رضيت، لك الحمد حمدا يدوم بدوام ملكك، حمدا تكتبنا معه في عبادك القليل، عباد قلت فيهم وقليل من عبادي الشكور. أحبتي في الله، هذا أنا محمد مختار يحييكم، سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته، ولقاء جديد يجمعنا الحب، وطمني عليك ويا رب نكون في أسعد حال وأتم صحة، يا رب نكون دايما في الطاعة، دايما في الخير، دايما في المحبة، دايما متجمعين مع بعض، دايما خايفين على بعض، دايما بنفكر بعض بحاجات جميلة. الحقيقة المرة دي كان بعد فترة توقف كنت محتاج أشوف موضوع نتكلم فيه، وربنا رزقنا الصحبة الصالحة، اتصلت بأخويا صديقي أستاذ أحمد نصر، عمالين نتكلم ندور في إيه، لقينا تقريبا شبه اتفاق أنا وهو والناس اللي حواليا إن إحنا لازم نرجع، لازم نرجع نفتش في منظومة أخلاقنا، لازم نرجع نفتش في سلوكنا، لازم نرجع من مبدأ القانون وإن عدتم عدنا، لازم نرجع لكل القوانين الإنسانية، لكل القوانين اللي أرساها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وعلشان يعلمها لنا أرسل لنا قدوة، أرسل لنا النموذج محمد صلى الله عليه وسلم، الأسوة والقدوة الذي كان بمثابة قرآن فعلي يتحرك حول الناس، يعلم الناس بالإشارة وبالكلام وبكل ما يقوم به صلى الله عليه وسلم. النهاردة ياريتكم تشاركون الرأي في ان احنا نرجع لمنظومة اخلاقنا ومنظومة سلوكنا الراقي، علشان يمكن كلنا ملاحظين ان احنا الوقت واخدنا لنوع من الجرف الكتير من عاداتنا وسلوكنا واخلاقنا وحتى ضحكتنا. ما تيجوا معانا في طمنا عليك وانا مستني مكالماتكم ان شاء الله، نبدا نهدل المنظومه من اول وجديد، نهدلها من تاني، وتعالى من الاول نبدا المعبر عن المنظومه، لسانك افكارك. يمكن حلقه النهارده حبيت اسميها خلي بالك من كلامك، كلمه ولما لها من مخاطر ولما لها من ردود افعال، مما لها من مخلفات مرضيه شديده كتيره قوي على المستوى الانساني. اتكلم كل العلماء في قيمه الكلمه، السلوك بتاعك لما يروح في الشخص الاخر او اتجاه الشخص الاخر، والعجيب مدى التأثير بتأثره الكلمة في الانسان، ومدى الالم، ومدى ردة الفعل اللي ربما انا بقول الكلمة ومش واخد بالي منها. طب تعالوا نشوف الكلمة بتودي لغاية فين. ربنا سبحانه وتعالى وصف الكلمة وصف عجيب في عملية الاكتئاب الفعلي. حد هيقول لي وربنا سبحانه وتعالى وصف الاكتئاب في القرآن الكريم؟ تعال معايا نقرأ ايتين كده وبعد كده نخش نشوف كلامنا، نفتش فيه، نشوفه بيعمل فينا ايه وبيوصلنا لايه وبيوصل غيرنا لايه. انا مش بس هتكلم في كلامك اللي انت بتقوله لغيرك، سواء زوجتك، ابنك، اخوك، اختك، المحيط اللي حواليك، لا ده انا كمان عايزك تفتش معايا في الكلام اللي بتقوله لنفسك. انت بتقول لنفسك ايه؟ انت شايف نفسك ازاي؟ شايف نفسك كويس؟ شايف نفسك حلو؟ شايف نفسك فاشل؟ سلوكيات كتيرة قوي خلتنا دخلنا في امور نسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نرجع منها بسرعة، ونكون هنا سبب في ان احنا رجعنا لقيمنا واخلاقنا. تعالى نقرأ سوا ربنا سبحانه وتعالى في قوله في كتابه:
لما بيقول سيدنا النبي. انا بس عايز تقرا العباره معايا وتفكر فيها بحكمه. بيقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم انك يضيق صدرك. بص، ضيق الصدر. ولقد نعلم انك يضيق صدرك، يضيق صدرك بما يقولون. كلمة اللي هتخرج منهم تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم، سواء ارادوا بها التقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم او اثناؤه عن مجال الدعوة عن هذه سبيلي، سواء في شخصه، وان كانوا هم ليس لديهم اعتراض على شخصه، نعلم انك الصادق الامين. لكن تعال شوف بقى الكلمة اللي هي ساحر كاهن كذا، علشان نوع من التقليل. خلينا في الموقف اللي احنا عايزين ندرسه واللي احنا عايزين نرجع منه بحكمة او بحاجة ترجعنا تاني لقانوننا الاخلاقي لكلامنا. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ربنا سبحانه وتعالى بيصف، بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا نعلم بان صدرك يضيق. مين بقى له؟ مين الشخصية دي؟ مين التركيبة دي؟ من قال له ربه سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك؟ حد فكر في العبارة دي قبل كده؟ حد فكر في هذا الأمر بأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله اللي قال له ألم نشرح لك صدرك، على المستوى الاستيعابي لكل الناس، علشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب، لأنه بعث للناس كافة، بيقول له في نفس الوقت اعترافا من الله سبحانه وتعالى أن هذه الكلمة تجعل رسولنا صلى الله عليه وسلم في حالة من الضيق وحالة من الكدر الإنساني. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وبعدين بيقول له إيه الطريقة أو العلاج؟ حالة اكتئاب واضحة أو حالة فزع أو حالة ألم نفسي أرادوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات هيهات. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا مش هخش في التفاصيل أو في التفاسير الدينية، ده مش مجالنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى الشاهد هنا ان هو وقع الامر على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلمات الملقاة عليه من الاخرين بغية التقليل من شأن الكيان النفسي الانساني لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فاصابه ما وصفه به المولى سبحانه وتعالى اللي هو ضيق الصدر، حالة الالم النفسي، حالة اللي انا بجيبها للتاني اللي انا بكلمه او ارميله الكلمة، حالة الشرخ النفسي. وده مين؟ سيدنا النبي. تاني اكرر بان الذي قال له او الذي قال له ربه ألم نشرح لك صدرك، في نفس الوقت وصف ان حالة الكلمة التي اريد بها الفزع بتعمل ضيق صدر. مرة تانية ربنا سبحانه وتعالى يأتي الكلام على نبي اخر، سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام، وهو بيقول برضو ان المسألة هنا الضغط اللي حواليه هيعمل فيه ايه؟ ويضيق صدري. نفس الحكاية، نفس التعبير، بأن الحركة الضاغطة اللي حواليه بكلام الناس أو بأفعالهم أو بسلوكهم بتعمل حالة من حالات الاكتئاب الإنساني أو الضيق صدر. مش عايز أقول الاكتئاب لأنه لا يجوز على الرسل، لكن حالات ضيق الصدر، حالات الفزع، حالات الألم، حالات اللي هي بتخليك في نوع من تعكير صفوك. ويضيق صدري، وبعدين جاي بعديها يقول ايه؟ ولا ينطلق لساني. يعني انا بعد ما تحصل لي حالة الضيق دي او حالة الالم النفسي دي مش هقدر اتكلم. وبرضو خلي بالك ان هذا النبي عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام طلب من ربنا سبحانه وتعالى ربما من حالة الضغط، قال له ايه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. برضو عايزين او هو يطلب من الله سبحانه وتعالى حالة علاج للكلمة التي تؤدي الى الضيق وتؤدي الى الاكتئاب وتؤدي الى المشاكل النفسية اللي احنا بنقولها عمال على بطال. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطب معاذ ويقول له ويحك او ثكلتك امك ويكب الناس على مناخيرهم في النار الا حصائد السنتهم. طب ايه الحل؟ الحل ان انت تخلي بالك من كلامك،
الحل ان انت تعيد تهذيب هذا العضو المسؤول عن الفكر، سواء كان كلامك ده صادر لنفسك، انا بكلم نفسي بيه، لان انت ممكن تخلق لنفسك هذا الاكتئاب تماما، وتخلق لنفسك المشكلة دي تماما، وتجيب لنفسك اكتئاب تماما، وتجيب لغيرك اكتئاب تماما. طب ما تيجي نفتش كده ونشوف الكلام بتاعنا داير ازاي في حياتنا اليومية وشكله ايه، وتعالوا نبدأ نصلح المنظومة دي، لان الكلمة دي زي ما قلت بتعمل تعكير للصف، تعكير للصف، وتعكير للحالة المزاجية، تعكير ان انا ببقى مش راضي، ما عنديش حالة رضا. المهم بتنقلني من حالة الصفاء الذهني او الرضا satisfaction الى حالة من حالات الغضب والنزق. الكلام ده يوميا بنعمله مع غيرنا، وبنعمله في حواراتنا، وبنعمله مع ازواجنا، وبنعمله مع اولادنا، وللأسف بنعمله مع انفسنا. وانتشر انتشار النار في الهشيم، بقى مزعج ومؤلم وكتير وقوي، وبقى بيحمل جمل اعتراضية واحنا بنقولها وتجري على الألسن، لو فكرنا فيها هنلاقيها ان هي حالة اعتراض على الصانع سبحانه وتعالى. نيجي نفند بعض الكلام اللي بيحصل او اللي بيجري على ألسنتنا بشكل اعتراضي، او بشكل كده احنا بناخده بشكل مش حاسبين كلامنا شكله ايه، ومش عارفين او ناسيين او متناسيين بان هناك رقيب وعتيد، والعملية ما فيهاش هزار. تعالوا نشوف كده، لما يجي الحد الشخص في حالة الاعتراض وحالة الضيق بقينا نقول ايه كلام غريب، زي مثلا عبارات بنسمعها دايما، يدي الحلق للي بلا ودان. انا اقول لك كلام بيجري على الألسنة نتيجة سلوك غريب، نتيجة سلوك متعارض مع الثقافة ومع البيئة ومع الدين. انت بتقول مين يدي الحلال بالنو ده؟ انت تتحدث عن الله سبحانه وتعالى في ان هو، انا مش قادر اقول الكلمة، بس انت تخيلها كده وهي تجري على الألسنة كتير قوي، يدي الحلال اللي بلا ودان. انت تعيب من وتقول على من بانه اعطى من وترك من سبحانه وتعالى؟ وبعدين بعدها يجي يقول له ليه كده يا رب، ليه كده يا رب؟ عبارة بلاقيها مكتوبة، انا كنت عايز اجيب حقيقة البوستات اللي بنزلها كتير قوي في الفيسبوك، كتير بوستات بتبقى مكتوبة فيها العبارات دي، بس انا مش عايز اكبر المسألة باعتبار ان احنا عايزين نمر على الشريط ونقف على كل كلمة ونغير الموضوع بسرعة قبل ما يبقى جزء متأصل في سلوكياتنا. وبعدين تلاقيه راح عزة، او راح حد سأله على حد يقول له اخبار فلان ايه، يقول له ده ربنا افتكره. انت متخيل الكلمة شكلها ايه؟ انت متخيل ان احنا بنقول على الذات الالهية ايه؟ ده ربنا افتكره. هو كان ربنا بينسى اصلا سبحانه وتعالى؟ طيب، وفي نفس الوقت لما يجي يقول له ربنا افتكره يقول له طب البقية في حياتك، تخيل، وكأن حيدي الحبة، انا مش عارف افصلها ولا عارف اقصلها، هل هو كان فاضل شوية والشوية دول هيدهم له، وبعدين يقول له يا اخي ده انت هتموتني ناقص عمر، انت هتموتني ناقص عمر. ولا حد بيقول لي دلوقتي يا دكتور ما هي العملية بتمشي كده، لا، الكلام الذي يجري على لسانك سواء للآخر او سواء على نفسك هو بيبقى بعد كده تركيبة مكونات الشخصية اللي بنسميه الكاركترز او خصائص الشخصية او التركيبة او البنية بتاعتك. بعد كده انا بقول الكلام ده وفضل يجري على لساني هيتحول الى معتقد، هيتحول الى كلام. طب يا دكتور ايه علاقته بمشكلتنا احنا فيها؟ السلوكيات تتكون من هذه المعتقدات وهذه الكلمات، بعد كده سلوكياتك هتبقى كده، تصرفاتك هتبقى كده. ما انا عايز بيت القصيد، لان احنا ما بنتحولش فجأة، احنا بنتحول بالترتيب كلمة في كلمة، يبقى عندي حصيلة كلام
بيسمعها حد لان هي بتعدي عدوى، لان ابني لما يسمع الكلمه دي اكيد هيقولها، يفتكر ان بابا بيقول الكلام ده، ده كلام سهل. ما هو توارث الخطا يبكي على الخطا. وبعدين تلاقي برضو بوستات عامل زمن غدار، زمن خاين، وربنا سبحانه وتعالى منعنا ان نسب الدهر. وواحد تاني الاقيه عامل يوم اسود، يوم ملوش لون. واحد تاني ما تيجي تكلمه يقول لك انا اعمل ايه، ما انا عبد المأمور. وبعد كده ما يجي ما يصدقوش يقول لك وتربة امي ورحمة ستي ورحمة خالتي ورحمة كذا ورحمة كذا. الله، ايه الحكاية؟ كلام متوارث. ونيجي نفس الكلام ونفس العبارات لما تتنقل، احنا هنعمل تفنيد لحياتنا. النهاردة هنمسك مشرط ونبدأ نفند ما نقوله لأزواجنا ولأولادنا وأصدقائنا في الشغل والزميلنا والمرؤوسين، لكل اللي حوالينا. هذا المنتج هو انت وهو انا وهو كل اللي حوالينا. وتلاقيه مع زوجته الكلام بيبقى فيه غضاضة، انت شكلك عامل كده ليه، انت شكلك ملخبط ليه، انت كذا، وهي نفس الكلام. وتبقى عاملة للأب اسم مستعار، علشان اللي قاعدين لما تيجي تلقي بألفاظ سيئة على الزوج اللي قاعدين ما يفهموش، بس هي بتبقى فاهمة هي والأولاد. طب الموضوع ده بيعمل ايه؟ ده بيقلل من وجهة نظر الأولاد لابوهم، بيقلل من قيمة يعني سواء ده او ده. يعني لما يجي الاب يخلي الام شكلها مؤلم، ويجي كمان في حاجة بتقلمني انا شخصيا، لما يجي يكون عامل لها في التليفون اسم مش عارف ايه كذا، انا مش عايز اقول الفاظ بس حقيقي. وألمني جدا ان حد في يوم من الايام قوي، الموضوع ده ألمني جدا، استشعرت الالم، ان هو عامل الرنة لزوجته اعزكم الله صوت كلبي بهوى. ايه ده؟ ليه؟ معلش استحملوه النهاردة ان الجرح ريحته بقت سيئة ومش بتاعنا. احنا امة، رسولنا ميزة بالخلق، ورسالته ليتمم اتكون الاخلاق تامة. فما يحدث امر لازم نقف عليه، ولازم نقف نعرف بنعمله ليه، انت بتعمل ليه كده ليه، انت هتستفاد ايه لما تكتب كلمة، لما زوجتك تبقى انت مسجلها باسم سخيف، او تعمل لها نغمة عفوا عزكم الله فيها كذا او كذا. التقليل ده لو انا قاعد جنبك هبص لك ازاي؟ وجهة نظري ليك ان انت ما احترمتش الشخصة التي تحمل بقاياك او جزءك الاخر، ام ولادك، شريكتك في الحياة التي اخذتها بكلمة من الله سبحانه وتعالى. انا هيبقى نظرتي ليك ايه، وانت نظرتك ليك ولنفسك وليها ليه. وكلامك مع ابنك، وده اللي بيحصل كتير قوي، بيجيلي كتير جدا في العيادة، كلمات التقليل من الشأن، انت فاشل، انت مش نافع، شوف ابن خالتك وابن عمتك وفلان وتلان. وبنعمل ما نسميه بالصورة الذهنية السالبة، انا صورتي بقت وحشة. وللأسف يا سادة بيجيلي اولاد عندي على المستوى التجريبي، لما اجي اقيس الذكاء الاقي نسبة ذكائهم عالية جدا. طب ايه يا فلان، ايه اللي جرالك، انت ايه مشكلتك؟ ابويا ما بيندهنيش الا عزكم الله خد يا حمار، معلش سامحوني في الالفاظ النهارده، ما بيندهنيش باسمي خد يا كذا. فاستشعر الولد بان هو ملوش قيمه، ملوش مركزيه، ورغم ما اتاه الله من ذاكره جيده ومن ولد ذكي، لكن انا بعمل له حاله الفرستريشن او الاحباط، بدوس على هذه المؤهلات اللي المفروض احمد ربنا عليها لغايه لما امحيها تدريجيا. في الفصل بيبقى قاعد عارف الإجابة، مش قادر يرفع إيده ويقول أنا، مش قادر يقوم يجاوب، لأن ثقته في نفسه
اتداس عليها بكلام الاباء. ده بس مش بس ضاق صدره ولا ينطلق لسانه، لا ورجع لورا. سبحان الله، يعني ضاق صدره لانه حاسس ان هو الا ان هو مش حد له قيمه، ولا ينطلق لسانه، قعد اتعقد. وبعدين تدريجيا بتخف عمليات الذكاء، بتخبو تدريجيا لان شعوره ان هو حد فاشل ملوش اي لازمه، فتدريجيا بيفضل ينزل 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 لغايه لما فعلا بيبقى عنده صعوبات تعلم. ودي حاله انا بلاقيها كتير جدا، لما اجي اقيس مستوى الذكاء الاقي الوقت شاطر، لما اقعد لوحدي معاه الاقيه بيتكلم وزي الفل. طب ايه يا ابني؟ اصل انا بابا بيقول لي كذا، اصل ماما دايما بتقول لي انت خايب ومش نافع، اصل كذا او كذا او كذا او كذا. نيجي لنقطه تانيه، في كلامك مع نفسك وكلامك مع اصدقائك صحبتك اللي انت بتقعد معاهم والمفروض بيعبروا لي عن شخصيتك عن تفكيرك، اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفها في بائع المسك ونافخ الكير، او حامل المسك ونافخ الكير، ان ده لو قعدت معاه اما تبتاع منه تشتري منه او تشم منه ريح كويس، التاني بقى اما ان تشم ريح خبيث او يحرق ثوبك. طب انا اعمل ايه في الصحبه دي؟ شوف انت النهارده عندك قاعدة، إذا فشلت في رفع أحد لمستوى أخلاقك، أنا جيت أخده ما طلعش معايا، فلا تدعه ينجح في إنزالك لمستوى أخلاقه. هي دكتور بتعدي؟ أكيد أكيد، قولا واحدا إن هي بتعدي، وقولا واحدا إن هي بتخليك تنزل إلى مستويات أدنى، وكمان أنت بتتعرف من صاحبك ده، انت بتتعرف بشكلك واسلوبك وسلوكك ولبسك ومشيتك وهيئتك من صاحبك ده. طب الحل؟ فلينظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر احدكم من يخالل، انا مين صاحبي ده؟ هيقول لي ايه؟ هنجتمع لايه؟ هل هنقعد نتكلم في كلام فارغ؟ هل هنقعد نتكلم في كلام ملوش اي صحه وملوش اي معنى وملوش اي كذا، مجرد كلام فارغ؟ ويا ريته هيبقى كلام فارغ بس، لا، الكلام هيجر كلام تاني نحاسب عليه لانه خارج نطاق الدين وخارج نطاق الانسانيه وخارج نطاق المفاهيم والاعراف الجيده. طيب نيجي للنقطه المهمه اللي هي بتاعت انا هكلم نفسي واعمل لها مشكله ازاي. احنا عندنا هنا الصحة النفسية حاجة بنسميها الصورة الذهنية، أنا شايف نفسي إزاي. لو أنا في بيئة بتعمل ستريس أو بريشر وعمالة تأذيني تأذيني تأذيني، بشوف صورة نفسي أنا مش نافع، طبيعي أنا حد فاشل، ما ليش أي قيم ولا أي حاجة ولا الدنيا مش فاهمة عندي، وصحبة السوق بتاعتي اللي هي جماعة الأقران بتاعتي بتبقى شبهي، أنا بجيب حد من الشارع ما عندوش، أنا هنتكلم في علم ولا كلام. طيب أعمل إيه؟ صورتك الذهنية وكلامك مع نفسك أنت لابد يتغير. بمعنى لو أنت عندك قدوة في البيت والقدوة دي مش صالحة أو فاسدة أو كذا أو كذا، لابد أن تقاومها، لابد أن تقاومها. يبقى عندك المصدر الأساسي هو الكتاب والسنة، هما دول مصدر الأخلاق الحقيقي. اقرأ كل النظريات العلمية واقرأ كل البحوث واقرأ كيف ما شئت من علم، في النهاية أنت عندك المصدر الأساسي الكتاب والسنة، رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء لذلك، وإنك لعلى خلق عظيم. طب أبص النفس إزاي بشكل كويس علشان ما نجرفش في قصة سوء الأخلاق؟ معنا قد إيه يا عدنان؟ طيب كويس، أبص النفس إزاي
في الصورة الذهنية وكونها ازاي. هتفرق معايا دكتور، هتفرق معاك جدا جدا، لان انت مهما كان عندك علم ومهما كان عندك ذكاء ومهما عندك قوة وما كذا كذا وما عندكش الصورة الذهنية الصحيحة لنفسك، هتلاقي كتير ده لو انت يعني ايه ربنا كرمك معنا وما لقيتش حد اذاك، انت هتلاقي نفسك باصص لنفسك بصورة وحشة ومش هتقدر تتقدم في اي شغل او في اي حرفة او في اي حاجة. هتقول لا انا مش قادر، طب معينك مدير، طب اطلع، طب بعمل، لا ما انا ما انفعش. ما تنفعش ليه؟ مين اللي قالك كده؟ اصلا انا عارف ان انا يعني ماما كانت زمان بتقولي انت مش نافع في حاجة، انت خايب. اصلا بابا كان دايما يقولي انت طول عمرك مش هتبقى. لا، الصورة دي لازم تتغير مع نفسك الاول. طب لو لقينا حد عمل معانا الصورة دي واذانا بالعند، طبعا في كتير بيعملوا كده، في كتير اللي هو قصده ياخد منك اي حاجة، المهم يأذيك في اي حاجة. طب انت هتستفاد ايه؟ ولا حاجة، بس هو المهم ان هو يأذيك في اي حاجة. يقوم عايز يجرك لمستنقع الفساد الاخلاقي باي شكل، عايز يجرك لمستنقع الكلام ان هو يبقى الفاظك مش جيدة، عايز يجرك للمستنقع الادمان، عايز يجرك لاي مستنقع من المستنقعات اللي بنشوفها اللي هي اتملت بشكل، عايز يجرك لمستنقع الالحاد. ودي حاجة بقت للأسف في مصر مهد الاسلام الحقيقي الوسطي الرائع للأسف بقى شيء موجود. عايز يجرك لحاجات كتيرة قوي بقت موجودة. ليه؟ لان هو مش عايز يبقى وحده، عايز يجرك ان انت تعمل صورتك، ان انت تعترف زي ما احنا بنشوف دلوقتي بالالوان. المهم ان هو يجرك لاي حتة لا ترضي الله ورسوله. طب الحل ازاي؟ ارجع تاني نفسي؟ هات ورقة وقلم وان شاء الله يمكن ربنا يسهل ونعمل اختبارات تقدير الذات. انا هقدر ذات ازاي عشان ما اقعش في المستنقع ده؟ هات ورقة وقلم واسأل نفسك سؤال، انا ربنا حباني بايه؟ وهات مجموعة المميزات اللي ربنا اداها لك، قول والله انا اداني صوت كويس، نسبة ذكاء كويسة، حفظ كويس، نظر كويس، كذا 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 كذا. وبعدين اعمل لنفسك خطة، ما تسيبش نفسك كده، ما تسيبش نفسك كده، اعمل لنفسك هدف. طب هتفرق في ايه يا دكتور ان انا اعمل لنفسي هدف؟ ما انا ممشيها كده وخلاص. لا، اللي ما عندوش بكرة هدف يوم النهاردة ضايع. اللي ما عندوش بكرة هدف حطه كده نصب عينيه يومه ضايع. طب وده هيفرق معانا ايه في المشكلة اللي احنا فيها، في مشكلة الاخلاق؟ لا، ما انت خلي بالك لو انت ما عندكش الهدف ده وما عندكش ترتيب الداخل وما عندكش ترتيب الكلام هتقعد. طب انا قاعد فاضي هعمل ايه؟ لا، هيجي حد بقى يشغلك باي حاجة تانية، هتخش الفيس تلاقي ده بيشدك لحاجة، ما انت ما عنديش هدف وما عنديش قاعدة، انا مش عامل نفسي قاعدة. ده هيجي يشغلك مثلا تعال ندافع عن كذا، ده هيشغلك بان احنا تعال نشوف كذا. والنهاردة بقى فيه كمية من الغص المبالغ فيه، كله بقى يتجرأ على الله، كله بقى يتجرأ على رسول الله، كله بقى يتجرأ على الكتب، كله بقى يتجرأ على كله. العملية اتفتحت قوي، فإن لم نعود بمضبطة الكلام وإن لم تعود ان تخلي بالك من كلامك، لأن كلامك ده هيبقى نتيجة أفعالك ونتيجة سلوكك وبعد كده نتيجة ما هو مكتوب في الكتاب اللي هو هيجي يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم على. احنا مش هنجيب لك حد يقرأ لك، اقرأ الكلام اللي انت قلته، اقرأ السلوك اللي انت عملته، اقرأ كل الحكاية، اقرأ كتابك. هتقف كده اقرأ كتابك كلمة كلمة وحرف حرف ونقطة نقطة وحركة حركة وسلوك سلوك. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وايه؟ من يعمل مثقال ذرة، احنا عندنا الوزن بالذرة، خيرا يرى وشرا يرى، الاتنين موجودين.
فلازم تعيد المسألة ان احنا لازم نقف الوقفة دي، وان كان في العمر البقية لازم هنقف ونرجع كل حاجة ان شاء الله مكانها. يبقى انت هترجع تاني تعمل لنفسك هدف، ولازم تبقى عارف ان انا هعمل لنفسي الهدف ده، لاني لو ما عملتش الهدف ده هضيع وقتي. يعني ايه هضيع وقتي؟ يعني هتضيع عمرك، يعني هتضيع كل اغلى ما تملك. واحنا اغلى ما نملك ايه؟ حياتنا، ارواحنا اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطانا بها خلافة في الارض حتى نعمر وحتى نثقف. وقال لنا سبحانه وتعالى في اول كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب انا لما ضيع ده كله خلاص انا انهيت حياتي بشكل مباشر بايدي؟ لا، ان شاء الله هنرجع. اعمل ايه بقى بسرعة دكتور؟ زي ما قلت لك، اي مرحلة انت من المراحل هات ورقة وقلم وابدأ مع نفسك. ظروفك ايه مع كلامك؟ والله انا لساني شوية كده زالف. اكتب اول حاجة بتتضايق منها من نفسك، ان انا لما بقعد في مكان بقول كلام فارغ، كلام زي ما بقول كده بهيص مع الهيصة واقول كلام فارغ. لا، امسك نفسك وقول انا اول جلسة في المرة الجاية ان شاء الله مش هقول كده. وتطرح نفسك في الجلسة وتبقى محاسب مرتب نفسك انا هعمل كده. وبعد كده لما ترجع تعمل تلاقي نفسك قليت بنسبة 50% ما شاركتش، تقوم تدي نفسك علامة صح وتقول لنفسك شكرا انا عملت ده. طيب وبعدين؟ وبعدين المرة الجاية لو لقيتهم طولوا مش هقعد معاهم. وبعدين؟ وبعدين المرة الجاية هعمل لنفسي هدف تاني، ان انا بقى ارقى، ان انا بدل ما اكون مشارك بالسلب او الامتناع ان انا مش هشارك في الموضوع، طب ما انا شارك بشيء من الخير، اقول كلمة طيبة، اقول حديث، اقول فكرة، اقول هدف نجتمع عليه. ما احنا لو ما كانش فيه هدف صالح هيبقى فيه هدف فاسد. ما احنا لو ما عندناش منظومة اخلاقية هنتكلم فيها، وتعالى نتكلم في حديث، تعالى نتكلم في آية، تعالى نتكلم في فكرة، تعالى نتكلم في علم، هيبقى في حاجة تانية. يبقى في تعالى نتكلم في الحاد، تعالى نتكلم في سب البخاري، تعالى نتكلم في ان احنا نؤيد كذا كذا المثلية. اكيد اكيد هيبقى في طرح اخر، فلابد ان يكون طرحك انت الذي تملكه وانت الذي تصنعه وعندك المنهج. ربنا قال ايه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يبقى ابدأ بلسانك، ابدأ اظبطه، ابدأ اعمل لنفسك تقنين فيما تقول، خلي بالك من كلامك علشان الكلمة دي رايحة تأذي، رايحة تقتل، رايحة تتعب، رايحة تألم، رايحة تقطع رحم، رايحة تقطع وصل، رايحة تجيب لحد مرض، رايحة تجيب لحد عزلة اجتماعية، رايحة تجيب لحد اكتئاب. يا أيوة أيوة، معظم الناس اللي بتجيلنا في العيادة نتيجة صورة سلبية عن نفسهم، نتيجة تحطيم من الأب، نتيجة تحطيم من الأم، نتيجة تحطيم من أي حد. أنا الحمد لله رب العالمين شفت ناس كتير كانت دايما بتعمل فيا كده، أنت لسه هتعمل كذا، وأنت لسه. خلي عندك هدف، طول ما أنت بتنام وتحلم بحلمك أوعى حد منك، أوعى حد يسرق منك حلمك، أوعى حد يسرق منك هدفك. هرجع إزاي؟ هرجع بأخلاقي، هرجع بلساني ده أعيد تقويمه، أعيد ضبطه، ومن ثم أعيد سلوكه، ومن ثم أعيد ترتيب نظرتي لنفسي من جوه. أنا كويس وهفضل كويس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القدوة بتاعتي ما بعث، أيوة، ما كانش ينطق أبدا لا فحش ولا لعن صلى الله عليه وسلم. أنا هعمل كده، وقعت مفيش مشكلة، وأنا قاعد في المجلس حصل كلام ارجع بسرعة وامسك الأستيك على طول قبل ما تقوم، وارجع اكتب لنفسك ان انا النهارده غلطت بس استغفرت في المجلس، وقلت قبل ما اقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه. وبعدين لما استغفرت المره الجايه ما عملتهاش. مره على مره هتخلي بالك من كلامك، كلامك هيتحول لسلوك، سلوك هيتحول لهدف، الهدف هيتحول لحلم، مش حدش هيسرق منك حلمك. هنبدا ان شاء الله مع بعض اذا اذن لنا ربنا في تنظيم منظومة الأخلاق. هنخلي بالنا من كلامنا، هنخلي بالنا من قلوبنا، هنخلي بالنا من فكرنا علشان نرجع تاني. هنرجع بإذن الله، هنرجع بأخلاقنا، هنرجع بسلوكنا، هنرجع بطباعنا الجميل عشان نضحك مرة تانية من قلوبنا، ما نضحكش على بعض، ما نضللش بعض.
ان شاء الله هيكون لنا لقاء اذا امر الله سبحانه وتعالى في هذه المنظومة، منظومة الاخلاق، منظومة هنسميها كده مبدئيا دور على الحلو اللي جواك، او دور على الخلق اللي جواك وارجع جدده وارجع ستفه وارجع رممه، ويا رب نعيد ترميم منظومة الاخلاق. والى ان القاكم في مثل هذا اليوم ان شاء الله لنا وقدر، اترككم في رعاية الله وامنه، دمتم في خير الله وفي معيته وفي صحبة رسولنا صلى الله عليه وسلم. سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. إن تطاول ليلنا أو تمادى في الظلام، أو تعثر ركبنا وسط أرتال الركام، إن تضاءل حلمنا أو تناثر في الزحام، إن تطاول ليلنا تمادى في الظلام، أو تعثر ركبنا وسط أرتال